أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة أو نتكلم في أي حاجة، أستأذنكم في دقيقة واحدة من وقتكم. قناتنا محتوى صعب، محتوى محتاج دراسة ومحتاج تجهيزات كتير، يعني الفيديو بياخد أكتر من أسبوع شغل متواصل غير التكلفة والقطع اللي بنستخدمها والأجهزة اللي بنجيبها لحضراتكم، فالدعم مهم جدا للنوع ده من القنوات والمحتوى. فحضراتكم مشكورين، ناس كتير بتدعمنا بالتعليق واللايك والبعض بالانتساب، ولكن للأسف ده مش كافي لاستمرارية الفيديو في المشاهدات. يعني الفيديو اللي بشتغل عليه أسبوع ألاقي أول أسبوع 3000 مشاهدة أو 5000 مشاهدة ويقف عند كده، فطبعا ده شيء محبط جدا. بأي شكل ما تبخلش علينا بالدعم. عملنا فيديو سابق عن السمارت مالتي ميتر، كان معانا جهازين UT121B UT122. الجهازين شفناهم في الفيديو، هسيب لكم رابط في الوصف، وشفنا امكانيات والفرق ما بين الجهازين. ولكن في بعض الاصدقاء بيسالوني باستمرار ايه افضل جهاز نقدر نستخدمه وقيمه مقابل سعر. مفيش جهاز معين الناس اجمعت عليه، لان كل واحد بيختار الجهاز المناسب ليه، ودايما ارد في التعليقات، يعني احاول اشوف المجال اللي انت بتشتغل فيه وبناء عليه بحاول ارد بقدر استطاعتي، ولكن ده برضو بتكون رأي شخصي وممكن رأيك يختلف. فبعض الاصدقاء سألوني المالتيميتر السمارت هل هو عملي ولا لا. طبعا هو عملي جدا وكمان مناسب جدا للناس المبتدئة، لان في اغلب القياسات اللي بتسبب تلف الاجهزة بتكون اوتو، يعني قياس الجهد الاي سي والدي سي والمقاومات والصافرة كله على وضع واحد فقط. اذا هو مناسب جدا للناس المبتدئة، ولكن لو حضرتك بتشتغل بشكل احترافي وخصوصا لو محتاج قياسات التيار في دراسة وحسابات معينة، فطبعا الجهاز مفهوش قياس تيار. فهنتجه مباشرة للجهاز اللي معانا النهاردة، هو جهاز اوتو توأم الجهاز اللي عندي UT39C+. الجهاز ده جهاز ممتاز من حيث الدقة ومن حيث القياسات المختلفة اللي موجودة فيه، في مجموعة كبيرة جدا من القياسات، وبصراحة الجهاز شغال معايا 100 100. فجبت لكم النهاردة جهاز جديد، في اصدارين من نفس الجهاز ده، UT36B+ و UT136C+. الاختلاف ما بينهم هنشوفه هنا بسرعة. الاختلاف فقط ان السي اللي معانا فيه قياس درجات حرارة، ولكن مفهوش قياس الان سي في او استشعار التيار عن بعد. ولكن العكس في البي بلس، مفهوش قياس درجات حرارة ولكن في استشعار التيار. هنا في جهازنا في كل القياسات دي، ولكن هو مانيول مش اوتو زي الجهاز اللي معانا. هنا موجودة قياس درجات الحرارة، كذلك موجود الان سي في. طيب حد يسألني الفرق ما بين الجهاز ده والجهاز ده، ان هنا مفيش الان سي في، هنا موجود، وطبعا كل القياسات موجودة، ولكن يقل في قياس التيار المتردد. هنا اقصى حاجة 750، ما اعتقدش هنحتاج اكتر من كده. هنا 1000. طيب قياس المكثفات، هنا 40 ملي فراد، هنا 10 ملي فراد، ولكن بصراحة مش بنحتاج كتير القياس اكتر من ال 10 ملي فراد، ولكن هي ميزة في ال 36C+. اذا نوع القياسات اكتر ولكن الرينج بيكون اقل. تعالوا مع بعض نفتح العلبة ونشوف مع بعض مكونات العلبة. اول حاجة الجهاز، بامفلت بسيط ممكن تقراه بسرعة، في بعض الامكانيات والاستخدامات وطريقة القياسات، قبل قياس درجات الحرارة والبروب، نفس البروب بتاع اي جهاز يونيتي غالبا بيكون نفس الجودة ونفس الطول، وبطاريتين دبل ايه 1.5 فولت. نشوف الجهاز مع بعض. ده شكل الجهاز، يعني تقريبا قد كفة اليد وبالظبط نفس البادي الخارجي لل 36C+. هو نفس الجهاز بالظبط، حتى نفس الازرار ونفس الاكرة او المؤشر ونفس المخارج، كل حاجة بالظبط، ولكن اختلاف في الامكانيات. ده كفر رابر، وده مكان البطاريات، وهنا ده اسمد بالشكل ده، خامات
المقبوله. وصلنا البطاريات، الجهاز اشتغل، كفر ممتاز، ده مكان تثبيت البروب بالشكل ده. هنوصل الاحمر مع القياسات والاسود مع الكم، وهنا ده خاص بالعشرة امبير فقط. من مميزات الجهاز ده اللي لاحظتها سرعة الاستجابة في القياسات وسرعة الاستجابة للشاشة، الابديت سريع جدا. طيب تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة معانا هو قياس التيار الاسي، وطبعا زي ما قلنا اوتو رينج، وبالتالي انت مش هتحدد 40 فولت او 400 فولت او 4 فولت، انت بتحدد جهد اي سي وخلاص. زي ما حضراتكم شايفين 234 فولت، وفي مؤشر وانذار ان الجهد عالي تقريبا اكتر من ال 70 فولت او 80 فولت بيعطي الاشاره دي. طيب شوف جهد تاني، شوف جهد منخفض تقريبا 29 فولت ومفيش اشاره، لان الاشاره زي ما قلنا من 60 ل 80 فولت. طيب ده بالنسبه للتيار الاي سي. التيار الدي سي نشوف مع بعض قراءه بطاريه 1.5 فولت قديمه، 1.3 فولت. عايزين نشوف حاجه بالملي فولت. بطارية نيكل، البطاريات دي لما بتتركن جهدها بينخفض جدا، اقل من النص فولت. فهنشوف حضراتكم هنا مفيش اي جهد. طيب تعالوا على الملي فولت وهنحدد الدي سي، شوف مع بعض قاري معانا اقل من 1 ملي فولت. هنا طبعا اعلى من الرينج، يعني اعلى من الواحد فولت، فبيدينا انذار. هننزل تاني نشوف الجهد الطبيعي بتاعه، 1.2 فولت، اريا 1.2 فولت، وبالتالي على الملي فولت بيدينا اوفر فولتج، انذار اهو. تمام. طيب ده بالنسبه لقياس الملي فولت دي سي. لو حبينا نغير عندنا هنا زر سيلكت، هنغير من قياس للتاني. التدريج هنا بيكون ابيض واصفر، الاصفر هتغيره من خلال السيلكت، يعني التدريج اللي بعده المقاومه بالابيض. اذا اول تدريج معانا هيكون المقاومه، ونغير للدايود الصافره من خلال زرار السيلكت، عشان كده بتكون بالاصفر. ده الصافره اهو، وبعديها الدايود، الدايود اهو. اذا العلامات دي مش اعتباطا، الاصفر هنجيبه من خلال زرار السيلكت. قياس المقاومات عندنا مقاومه 1 اوم، 1 اوم بالظبط، دي 150 كيلو، 149 كيلو تقريبا. تمام. التدريج اللي بعده قياس الصافرة، وانا يهمني في قياس الصافرة السرعة، ودي بتهمني جدا في اي جهاز بشتري. طيب نشوف مع بعض كده سرعة الاستجابة. طبعا يهمني استجابة الصافرة، واستجابة الشاشة بتكون متأخرة شوية عن صوت الصافرة، ولكن برضو سريعة، ولكن الصافرة سريعة جدا، ده اللي بيهمني. بعض الاجهزة ممكن اللمسة السريعة دي هيحسش بيها الجهاز، وده طبعا بيكون جهاز ما ينفعش في الشغل الاحترافي. طبعا الصافره هنا في مشكله انا ملاحظها، مفيش ليد، يعني لو في مكان فيه ضوضاء عاليه جدا ممكن ما تسمعش الصافره ومش هتشوف هل في صافره ولا لا. طيب هنشوف الدايود، دايود انحياز امامي في قراءه، ولكن هنا الاحظ ان مفيش صافره مع قراءه الدايود. احيانا وانا شغال في البورده ما بكونش شايف الشاشه، فقط محتاج اسمع صوت صافره وتتوقف، ولكن صافره بتديني مدلول ان في قراءه ظهرت على الشاشه فقط. نشوف الدايود في الانحياز الامامي، قراءه وفي صافره معاها. الصافره دي بيب واحده فقط بتدل على ان في قراءه ظهرت على الشاشه، مش لازم اشوف شاشه الجهاز اهو. طيب في العكس مفيش صافرة ومفيش قراءة. تمام؟ أهو إدانا قراءة اتجاه العكس، مفيش قراءة، وفي الحالتين مفيش صافرة، ودي طبعًا نقطة ضعف. طيب المكثفات، ده مكثف 1 نانو فراد، المفروض مكثف 1 نانو فراد، آري 98% نانو فراد، إذًا قياس سليم. نشوف مكثف أكبر،
مكثف مثلا 10,000 مايكرو فراد ونشوف سرعة القياس. عشر تلاف وستمائة مايكرو أو 700 مايكرو وتقريبا 5 ثواني، إذا سرعة طبيعية مش بطيء. طيب بالنسبة للهيرتز طبعا تقدر تقيس أي تردد، ولكن بعض الناس بتقيس تردد تيار الشبكة من خلال الاتنين بروب مباشرة. لو رجعنا البامفلت ده، وزي ما قلت لحضراتكم أنا قريته بسرعة عشان أشرح لكم المعلومات المظبوطة. قياس الفريكونس اهو، لو خدنا البالنا اخر جزء don't input over 60 فولت دي سي اور 30 فولت اي سي، يعني ما تقيس التردد في جهود اعلى من 60 فولت دي سي او 30 فولت اي سي. ممكن تقيس وما يحصلش مشكله للجهاز، ولكن ده على مسؤوليتك الشخصيه. انا افضل دايما لما نيجي نقيس التردد هنشيل كابل الكم، وبالبروب الاحمر بروب القياس هتوصل في احد اطراف التيار، حتى لو تيار الشبكه مفيش مشكله، لان كده انت مش قافل الدايره على الجهاز. طيب هنا النيوترال مش قاري معانا او هيديك قراءات خاطئه. طيب نجرب في الطرف التاني اللايف، ادينا 50 هرتز. اذا جهود الاقل من 30 فولت تقدر تقيس بالاثنين بروب بشكل امن جدا. هنا طبعا قياس البيتا الخاصة بالترانزستور، هتوصل التلات أطراف على حسب نوع الترانزستور اللي عندك. قياس درجات الحرارة هنشوفها مع بعض. الثيرموكيبل هنا، دي درجة حرارة المكان حاليا 29 درجة. فدرجات الحرارة مش محتاجة كلام كتير، ولكن طبعا ميزه ان يكون الجهاز اللي معاك فيه درجات حراره. بالنسبه لي مايكرو امبير، يعتبر في قياس الامبير هو مانيوال مش اوتو. ليه؟ لان هنا مايكرو امبير، ملي امبير، وال10 امبير. هنجيب مقاومه قيمتها كبيره، المقاومه دي المفروض ان هي 150 كيلو، وهنظبط الباور سبلاي على 15 فولت. 15 فولت زي ما حضراتكم شايفين، والمقاومة اللي معانا 150 كيلو اوم، وبالتالي المفروض هيكون معانا 100 مايكرو امبير. تعال نشوف مع بعض الحسابات دي مظبوطة ولا لا، ونغير على وضع المايكرو امبير. فعلا 100 مايكرو امبير زي ما حسبنا بالظبط. طيب تعال نشوف مقاومة تاني على نفس الجهد، دي مقاومة 15 كيلو بني اخضر برتقاني، 15 فولت على ال 15000 تسحب 1 ملي امبير، وهنا على قياس الملي امبير ونشوف مع بعض 1 ملي امبير. اذا في القياسات الدقيقه الجهاز شغال كويس. تعال نشوف مع بعض قياس الامبير، هنغير مكان البروب على ال 10 امبير، نظبط الباور سبلاي على 12 فولت، وهنستخدم مقاومة 12 اوم المفروض هتستهلك 1 امبير، 12 فولت تقريبا، وهنوصل هنا بالموجب مع مقاومة 12 اوم وعلى قياس التيار وعلى تدريج العشر امبير، وهنوصل الطرف التاني من المقاومة، محتاجين 1 امبير وبالفعل 1 امبير. تمام، اذا الجهاز شغال كويس معانا ودقيق جدا في كل القياسات. اخر حاجه معانا الازرار، قلنا ده زرار سيلكت بنغير منه نوع القياس، وزرار الهولد واضاءه الشاشه. هولد ضغطه سريعه تثبيت قراءه الشاشه، ضغطه طويله هتضيء الشاشه، اضاءه الشاشه كويسه جدا. تمام، وبكده نكون خلصنا كل وظائف الجهاز وعيوبه ومميزاته. واخر حاجه هنتكلم عنها النهارده سعر الجهاز. السعر بيتراوح من 1100 ل 1300 جنيه على حسب طبعا الموقع اللي هتشتري منه. الجهاز ده انا جايبه من شركه لامباترونكس.
منزلين سعره من 1200 ل 1100 جنيه. طبعا بتشوف الارخص والمكان الثقه وبتجيب منه. اتمنى يكون الكل استفاد من فيديو النهارده. ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.